طيب، حل هذا الملف يستوجب أولا انتخاب رئيس للجمهورية. أين أصبحت انتخابات رئاسة الجمهورية؟ مطولة؟ مطول هذا الفراغ؟ تعرفي احنا بلبنان في شغلة هلأ، انه نحن كل شيء بندعي انه بنعرف فيه. بدك جواب صائب مطولة او مش مطولة، ما حدا بيعرف، ما حدا عنده جواب. نحن مشكلتنا بلبنان انه ما بنقول ما بعرف. يعني انا بعتبر اذا قلت لك على شيء سؤال، اذا سالتيني هلا بالشق الاقتصادي تخلص الحلقه، وقلت لك ما بعرف، انه يعني هيدي اف طالع يحكي وما بيعرف. انا عم بقول لك لا احد يملك جوابا واضحا في لبنان. شو سبب عدم امتلاك هذا الجواب؟ انا اقول لك ليش. برا ما استوت الطبخ، ننتظر الخارجنا. ايه اكيد، ليش نحن امتى انتخبنا رئيس بالداخل؟ ولكن كل الدعوات اليوم في الداخل لأن يكون هذا، لأن تأتي التسوية من الداخل، من نتاج حوار داخلي وليس من حوار بين مين ومين؟ من الخارج. حوار بين مين ومين؟ بين طيب سمير جعجع والتيار الوطني الحر يلي هن متفقين على رفض مرشح، ما بيقبلوا يقعدوا مع بعض، وهن متفقين على محاربة مرشح. التعتيريين صاروا 13 تعتيري، كل واحد فاتح جبهة لحاله، التغييريين يعني. طيب ونحن وفريقنا السياسي، امبارح كان الوزير باسيل حليفنا، اليوم مختلفين نحن وياه ومتعاطى على القطعة. على القطعة. طيب ونحن والفريق اللي اسمه سمير جعجع ومن يدور بفلك، وكمان ما بنقعد مع بعض ونحكي مع بعض. رهان على شو بالداخل؟ مين بده يحكي مع مين؟ الحكي مع بعض ما رح يوصل لنتيجة إلا إذا مراهن إنه مبادرة غسان سكيف توصل لحل. شو رأيك بمبادرة نائب رئيس مجلس النواب؟ طب ما في حدا عم يطلق النار عليها، ما في حدا بيقول انه هذه المبادرة برعاية من الوزير باسيل، هي وفي ليست حدا برعاية، انه يعني الياس ابو صعب ميال الى ترشيح هي المؤكد، يعني معلومات مؤكدة هي ليست برعاية الوزير جبران باسيل. مش مختلفين على حادث سيارة ومين بده يدفع تكلفة حادث السيارة، ومرق لي لمرق لك ويا خي انا مني 50، ولكن بتلاقي بتشوف مختلفين على مستقبل هذا البلد. شو خلاصة هذه المبادرة برأيك؟ ولا شيء. لن نصل إلى حل داخلي إلا إذا إجت بس يتطور النقاش السعودي السوري وترجع، ولو أن سوريا طبعا غير متحمسة الى لعب حدا يفتكر انه هلا، لانه البعض عم بيقول انه راجع سوريا. عم يستصرحني انه ما هو موقف سوريا من موقف وليد زنبلاط. قلت له عن جد يعني انه انت برايك السوريين شغلين بالهم بهذا التفصيل؟ سوريا مش شغله بالها بالملف اللبناني. بس انا اللي بدي اقوله، في ظل كل هيدي التسويات الحاصله وتطوير الاتصال السعودي الايراني والسعودي السوري، منطق الامور يقول انه بمحل ما بده يصير في حكي بالملف اللبناني. البعض عول على مش منطقي تبريد جبهات وابقاء جبهه او ملف ساخن. ما كل الملفات عم بيتم تبريدها، ومنطق الامور يقول بانه رح يتبرد الملف اللبناني. بس هلا ما حدا منشغل بالملف اللبناني. طيب. وما حدا حكي جديا بالملف اللبناني، ولا السفير السعودي هون بدي اسالك. طب شو رايك بجوله السفير السعودي اللي عم بيجول على الاقطاب السياسيه ويقول انه هذا الشان هو شان داخلي لبناني، السعوديه لن تتدخل. بالامس الوزير جبران باسيل، النائب جبران باسيل، راى بهذا الامر سلبيه، لم يرى فيه كما اشيع انه جو ايجابي. بتعرفي كل واحد وفق مصلحته بيقرا المشهد. طيب انا بدي اقول وجهتين نظر ماشيين بالبلد، كل واحد بيتبنى الوجهة اللي هو بيشوفها. في ناس بتعتبر انه لا، الموقف السعودي جيد. ما كنا بمرحلة لا قبول بفريق بمرشح حليف لحزب الله، يعني فيتو على سليمان فرنجية. انتقلنا إلى مرحلة المواصفات، انتقلنا إلى مرحلة تسويق قائد الجيش، انتقلنا هلا إلى مرحلة انه نحن ما عندنا فيتو على حدا. اللي بيقرا هذا المسار وهو مع سليمان فرنجية بيشوفوا ايجابي. طيب بالمقابل في حدا بيقول انه اصعب موقف يمكن ان توضع فيه اذا رايح لعنديت حدا بدك تحل مشكل والقرار عنده، انه يقول لك لا بدي صالح ولا بدي قاتل. ما خصني. اذا قال لك بدي قاتل، بتروح بتقول للطرف الاخر هذا الرجل اخذ قرار بنقتل، استعدوا للمعركه. واذا قال لك بدي صالح،
بتقول له شو شروطك للمصالحة. بس إذا قال لك لا بدي قاتل ولا بدي صالح، بدك تقعد تعل قلبك لتقول له يا خي فهمنا شو بدك. نحن جميعا ننتظر الموقف السعودي، في أوضح من هيك؟ حزب الله ينتظر الموقف السعودي، وحركة أمل تنتظر الموقف السعودي، وكل الأفرقاء الداخليين ينتظرون الموقف السعودي، وما حدا استحى بهذا الموضوع. بس إذا الموقف السعودي منو واضح مثل ما هو مطلوب، هلا في فريق بيقول لك يمكن تطوير هذا الموقف يلي عم يتدرج من الفيتو الى لا فيتو، وفي حدا بيقول لك اللي قاله الوزير باسيل امبارح انه قالوا لنا نفس هذا الكلام بعهد الرئيس عون، وكانت النتيجه اللي نحن عليه. بس اذا انا بدي عمق، اذا انا بدي عمق القراءه، لا، لما قال هذا الموقف بعهد الرئيس عون كانت المنطقة مشتعلة، وفي مشروع إسقاط الدولة في سوريا، وقطع علاقات مع سوريا، وصدام سعودي إيراني، وحرب باليمن. أما هلأ هذا المنطق مترافق مع تهدئة جبهات وحوار سعودي إيراني وسعودي سوري، وبالتالي لا، ظروف هيدي تختلف عن ظروف هيدي. بس أنا بدي أقول بشكل واضح، حتى سليمان فرنجي لا يريد أن يكون رئيسا إذا ما تم تأمين مجموعة من الشروط الأساسية. أولها موقف سعودي واضح، ثانيا غطاء مسيحي كامل، مش بالضرورة كلهم، ما في شيء. هلا بيجي حدا بيقول لك طيب ليش عند الشيعة كلهم؟ طيب خي الشيعة عم ينتخبوا 27 نائب من نفس الفريق، شو بعمل لك؟ روح اعمل خيار ثاني عندي الشيعة واطرحوا علي. فهلا هودي حتى الساعة ما صاروا، خلينا ننتظر لنشوف شو بده يصير بالقمة العربية. قديش العلاقات السعودية السورية اللي هي تأثيرها أكبر من العلاقات السعودية الإيرانية على الملف اللبناني. لنشوف شو بيطلبوا يمكن السعوديين، شو بيقدر كل حدا يمون على الطرف اللي هو بيمثله بالداخل. أما هلأ فهي مجموعة أمنيات، وكل واحد هل تعتبر كل هذه المبادرات وكل هذه الجولات تضيع وقت؟ عم نضيع وقتنا. روح اسأل المعنيين بالرئاسي بشكل مباشر، هني مش متفائلين قد المتفائلين. يعني اسأل الوزير الفرنجية، منه متفائل قد المتفائلين له، ولانه متشائم قد المتشائمين له. هو بعدنا نحن محلنا. طيب اليوم انحكى انه قطر عادت لتروج لقائد الجيش. لا تستطيع قطر ان تروج في قطر، دورها ما حدا يفترض انه هلا انه انا عامل حمله على قطر، بس قطر قطر ما عادت قطر 2008. السعوديين على الخط بشكل مباشر، ولما يكونوا السعوديين بشكل مباشر يصبح الاصطفاف الخليجي والعربي بالجزء الأغلب منه خلف الموقف السعودي، خلف الموقف السعودي. وبالتالي الأساس اليوم، ما أنت شوفي بعدني أقول لك شو بده الوزير الفرنسي، قلت لك شرطين: الموقف السعودي والنصاب المسيحي، ما قلت لك الموقف القطري. والقطريين لو قدرين يفرضوا كانوا طلعوا قالوا نحن بدنا فلان، وبيقدروا يفرضوها. هلا مره بيفرضوها بالسياسه، مره بيفرضوها بالمصاري، لانه عندنا نحن تختلف شروط الوصول بين تسويه سياسيه وبين دفع مصاري.